إذن كانت هذه دقيقة صمت وحداد على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا. نسأل الله أن يرحم المتوفين وأن يشفي المصابين ويأوي المتضررين وأن ينزل السكينة ويلطف بنا جميعا من الزلازل والأهوال. سينطلق في هذه اللحظات هنا في هذا اللقاء الذي يجمع الفريقين في حديقة الأمراء هنا في ملعب بارك دي برانس، حيث الأحلام الكبيرة بالنسبة لفريقين كبيرين لأمنيات الوصول إلى الدور القادم بالنسبة لذهاب هذا الدور ثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023. نمر سريعا على تشكيلة الفريقين في تشكيلة البايرن. هنا البافاري يحاول منذ البداية وفرصة، هنا تأتي تصويبة لكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى عن قمصان مع فريق باريس سان جيرمان. تشكيلة الفريق جواو كاسيلو، والعرضية ترسل عالية لكن طالت، تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات لأمخوم. كرة منقولة عن طريق كومان، يحاول أن يمر كومان عند ذلك عن طريق ليو ميسي، يحاول في الكرة لكنه سقط وتحصل على خطأ في اللقطة الماضية. ميسي اليوم الذي يتمريرة في الطرف الأيمن ممتازة باتجاه نيمار، لكن التغطية على الطائر تأتي تزيد لكن غوريتسكا كرة بافار تحولت إلى هدف أول. هنا لدينا تمريرة عرضية ترسل لكن تغطي بايرن في دوري الأبطال، عرضية ترسل عالية خطيرة، بافار موتينج يحاول ممتازة جميلة لكن هناك كاسيس الطرف الأيمن، كرة ما زالت قائمة. بعد ذلك جواو كاس، بينما هنا ليو راح ليو تقدم ليو التمريرة في عند كرة في الجهة اليمنى، جواو كاسيلو والتمرير لبافارية من الجهة اليسرى، محاولة قائمة مرور وتقدم والتمريرة ممتازة هذه الكرة لكن تغطية كانت موجودة بتعود برازيل. السلام الملك هنا يحاول نيمار إلى ليو، ليو في سولر عند كرة وصلت باتجاه ليو لكن ماتياس ليخت الهولندي قرأ الكرة الماضية. كرة منقولة في وسط الملعب، تمريرة عن طريق سيرخيو راموس بعيدة عام 2020، عند كرة عرضية ترسل، التغطية إلى كيميتش عند كرة في وسط الميدان، التغطية كانت موجودة. نونو مينديش عودة إلى الخلف وملاقاته بمراوغاته بسرعته بتدخل هنا لم يكن موجود بإشارة حكم اللقاء السيد مايكل أوليفر الذي أشار إلى استمرارية اللعب. راح كومان عند كرة، كومان يبحث عن تسديد بل يبقى بافاري، كيميتش يحاول فيها لكن خطأ على نيمار. ما هو الحال لراموس وفيراتي من جانب البي اس جي؟ كرة منقولة The Musiala, good defending in the end by Ramos, who just got there. They love this competition, European Super Cup, etc. Musiala, Kimmich, at the far post from Choupo-Moting. The bell did enough. Strength of their tactics, getting Hakimi forward on that front. The Stade de France. ليو عند كرة، ليو تقدم، ليو مر من الأول للبي اس جي، منقولة عن طريق نيمار، تمريرة وصلت إلى أشرف حكيمي، حكيمي بانطلاقة حكيمي عن طريق نيمار، نيمار عند كرة يحاول، نيمار يطلق ميسي. كومان was there with him. That's a decent ball up for the run of Zaire Emery. ميسي عند كرة، ميسي والتمريرة عن طريق ابتاز إلى جواو كاسيلو يحاول فيها لكن نونو مينديش في التغطية، نونو عند كرة يبحث عن زميل، تمريرة بعد ذلك فرع إلى ليو، ليو يحاول فيها يسقط يتحصل على خطأ، الخطأ للأرجنتيني، التدخل كان من جانب وليو، ليو على تنفيذ اليسارية تأتي. وفي هذه اللحظات صفرت حكم اللقاء يا أحبائي الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، تعادل من دون أهداف ما بين الفريقين، نلقاكم مع انطلاقة وبداية الشوط الثاني. الكلمة في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، هنا كيمبيمبي كذلك يدخل، أشرف حكيمي يغادر أرضية الملعب من جانب فريق البي اس جي. إذا أشرف يغادر، كيمبيمبي ومن دخل في
في هذه اللحظات بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان. نتحدث عن جواو كاسيلو من جانب البايرن. ألفونسو ديفيس هو من تدخل بديلا، كيمبيمبي يدخل، أشرف حكيمي هو من غادر أرضية الملعب. وفي هذا اللقاء طبعا آخر ما بين الشوطين، هذا اللقاء كان كيليان مبابي، لوروا السنين هذا كرة ممتازة، النقلة كوريت لونو ميندش من الطرف ليس سرعة مطلوبة، كانت حاضرة من لونو ميندش، وخطا كان موجود على بافار اللي عنده بطاقة صفراء، وبالتالي حكم اللقاء هنا يشير إلى احتساب الحرة المباشرة من نيمار. ترسل عالية راسية من بافار، خطأ وكاد خطأ ليكلف كثيرا الفريق باريس سان جيرمان. مرور من سيرخيو هذا سلام يتقدم في اليمين، فرصة واعدة عرضية تاتي، زاير إمري تصل باتجاه نونو ميندش، عرضية فرصة دانيلو يا سومر في التغطية، عمل ثم إلى خطأ كرة كورة من الطرف الأيسر، عرضية ترسل، الخطورة، التصويب، الله وكأنه يعزف لحق كومان يسجل أول أهداف الفريق الباباري. سولر تقدم، سولر مرر ممتازة إلى نيمار، نيمار والتسلسة جميلة، مرور موسيالا كاداني صاحب الهدف الأول، كومان راح، كومان تقدم، كومان عرضية عودة إلى الخلف، ترسل عالية خطيرة باباريا الأول، نيمار يريد أن يمر، نيمار يريد أن يعبر، هنا كرة مازال باباريا من الجهة اليمنى، كومان ولمسات كيليان في أولى المحاولات، مبابي تمريرة كانت خطف عن زميل، الكرة ما زالت أوباميكانو في الاستلام عن طريق كومان، عرضية ترسل راموس، لكن الله موتينغ كاتان يفار، ممتاز الكرة ليو يحاول فيها، لكن بقي فنياته بانطلاقاته بمراوغاته بسحر الصناعات، الله 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 يا له من موسيالا، وإلينا كيميتش والعرضية راسية تاتي، الله دوناروما هذه المرة في وسط الميدان عن طريق جمال كف اليمين لمصلحة البايرن، عرضية خطيرة راسية، هو الأكثر تسجيل الأهداف، 3 أهداف في لقاءات كما كان الحال بالنسبة لموسيالا. من كيليان مبابي في اللقطة الماضية، هنا تشيبو موتينغ تريسر، ألفونسو ديفيس عنده كرة ممتازة، الكرة ما زالت كرة إلى جمال موسيالا مر، موسيالا ما زال مريرة إلى أقصى الطرف الأيمن، ماركينيوس يرسل كرة باتجاه كيليان، أتي الأقصى اليسار نونو ميندش وتمريرة، نيمار في الاستلام ما زال blocks just outside the 6-yard area. Good block by Pavard. Neymar, it's spilled, it's Mbappe, was he offside? The flag goes up to deny. Remember on loan a couple of years ago. This is a chance now.